نرجع للسوشيال يلا ميديا. كابتن يلا نرجع للسوشيال ميديا مع اللي منورنا كابتن حسين الشحات، عمرو عرفه على اسم مخرجنا الكبير عمرو عرفه. بس عمرو عرفه المخرج الكبير ده زملكاوي كبير، بس بني ادم جميل. شريف عرفه اخوه كمان جميل. مساء الخير كابتن شوبير. عايز اسال نينجا، هو ايه اللي ينقص الاهلي انه يستمر في مستوى عالي وثابت لفترات اطول دون التاثر بضغط المباريات؟ جاوب اكتر من كده. لا، انه يعني مثلا تقوم جاي عامل الشوط الاولاني في سيراميكا فل، ماتش اسف الشوط الاولاني في زيت فل، الشوط الثاني في سيراميكا فل، ماتش العين كله فل. هو عايزك بقى تاخد الماتشات كلها. يعني مش يعني انت قلتها، بس انت المشكله انت مش عايز هو ده الرد اللي انت بتقول ضغط المباريات. لا ده اكبر غلط. يعني معلش تعال اتفرج دلوقتي على الدوري الانجليزي والدوريات كلها، العالم كلها بيلعبوا كل اسبوع وبس، ممكن كل فتره يلعبوا ماتش في دوري الابطال. فخلاص فانت بيبقى عندك راحه، بتقدر تعمل استشفاء. هنا ضغط مباريات كتير، انت عندك انت معلش مع سوق ارضيه ملاعب بالظبط، مع حاجات كتير، مع سفر، مع حاجات كتير. دي صحيح. دي عامل. انا مش هقول لك لا، بس احنا دايما بنتمنى ان احنا نبقى في اعلى مستوى. يعني اتمنى اشوف حسين في المستوى اللي كان فيه مع العين الاماراتي. لا هو صار في ماتشات كتيره اكتر بكتير من العين الاماراتي ما شاء الله. اللعب بالحريه وثقه والتوفيق ان شاء الله. طبعا انت بتبقى متأيد شويه في النادي الاهلي؟ لا خالص خالص خالص. لا يعني راجل مديك الحريه طبعا طبعا وتمام متحرك يمين بالظبط، واحنا بنبدل دايما يعني مفيش مشكله. لا خالص. طيب حاجة. اللي بعد، انا دمي فلسطيني يا مليون مرحبا بيك، ومليون مرحبا بصوره وسام ابو علي، ومليون قبله على جبين كل شخص منكم يا رب ان شاء الله. طبعا حتى لو كنت مصري وبتقول كده فانا بحييك وبشكرك يا رب، ورب انصرهم يا رب. اللهم امين. ويرجعهم يعني يا رب الاهلهم منصورين محفوظين يا رب. ده حازم حسن. مساء الخير والسعاده عليك كابتن شوبير. السؤال اللي نفسي اساله هو الحسين ومش لحسين. الحسين ومش لحسين في نفس الوقت. السؤال يعتبر موجه للكابتن حسام حسن. الحسين انا مش فاهمها، انت فاهمها؟ بيقول لك يا كابتن اللي هو السؤال اللي نفسي اساله لحسين وفي نفس الوقت مش لحسين، عايز اساله لكابتن حسام حسن. انا قريت اللي هو الحسين هو يعني هو ملخبطه شويه. هو انت ايه اللي فاضل تعمله تاني عشان تكون موجود في منتخب مصر؟ وعايز اقول لك انت لعيب كبير ومحترم وربنا هيعوضك خير ان شاء الله عشان انت ابن اصول. عايز تعلق؟ ان شاء الله. لو مش عايز تعلق ما تعلقش. والله يعني ما اكيد هعمل اللي عليا واللي عايز ربنا يكون في الاول والاخر ان شاء الله. شكرا يا حازم. اللي بعده، احمد علي ابو عنز. مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي للنينجا. الاول لقب النينجا ده بيعجبك؟ بتحبه؟ طبعا. مين اللي طلعه عليك؟ كان ايمن الكشف. والله حلو. انا بحب قوي المعلقين اللي بيطلعوا مستر كولر برضو دايما دلوقتي ملوش الا نينجا. والله نينجا. سؤالي لكابتن مصر والاهلي حسين الشحات، انت الموسم ده مختلف مبدع متالق، هل السبب كولر ولا الخوف من دكه الاحتياطي؟ حلو والله. طبعا سؤال حلو جدا. يعني مش هقول لك لا، يعني السبب اللي احنا السنه دي داخلين على موسم يعني مش هقول لك استثنائي، لا موسم كبير جدا وموسم فيه تحديات كتير. الدوري مختلف، انت عندك كاس عالم، عندك دوري، عندك خلاص مع طبعا كاس مصر، عندك افريقيا، عندك افريقيا، عندك رابطه، عندك حاجات كتير. فانت لا دلوقتي حسين عايز يحقق اكتر من اللي حققه السنه اللي فاتت. انت كل سنه بتبقى مختلف عن السنه اللي بعدها. الضغط بقى اللي انت كنت بتتكلم عليه دلوقتي، نظام الدوري السنه دي انا دايما بقول الدوري متكلفت. يعني انت ايه، هم 17 لازم مباراه تكسب. و8 ولازم تكسب. هل تقدر تحقق اللي حققته السنه اللي فاتت 21 22 مباراه ورا بعض لحد ما ضمنت الدوري، ولا شايف انه الامر صعب؟ ان شاء الله اتمنى ان احنا نحقق الماتشات كلها باذن طيب الله. طيب البدايه بالفوز بمباراتين، ومباراتين دمهم تقيل، سيراميكا وزد من الفرق الثقيله. طبعا ادى ثقه شويه للفرقه. طبعا كابتن، انت ماتشات الدوري دي كلها دلوقتي كاس مش دوري. كاس حلو. طبعاً. ده طبعا. هل حققت كل احلامك مع الاهلي وكولر، ولا لسه قدامك طريق طويل؟ لا طبعا لسه هحقق كاس العالم. لان انت حلمك تفوز بكاس العالم. طبعا انا اخدت مركز ثاني مع العين ومركز ثالث مع الاهلي 3 مرات. في بطوله الانتر كونتيننتال عندك بطل غالبا امريكا الجنوبيه، يعني كسبان منه من كسبان باتشوكا. منهم واذا ربنا اكرمنا بامر الله لاعب ريال مدريد ان شاء الله. خلينا في المباراه الاولانيه، كاس التحدي، كاس جديده، يعني شايفها ازاي؟ مباراه صعبه ده كابتن. بطوله صعب. دي بطوله جديده يا كابتن، بطوله التحدي، بطوله جديده بكاس برضو وكل حاجه. فانت بتتكلم يا كابتن، انت دلوقتي عشان كده بقول لك انت عندك سنة مختلفة السنة دي. انت البطولة الجديدة دي انت كسبت خلاص. نعم. ماتش وعندك ماتش تاني بنهائي برضه. وعندك ماتش تالت ان شاء الله ربنا يكرم ونكسب بس الماتش الاولاني. عندك ماتش ريال مدريد ان شاء الله. بس نكسب الماتش الاولاني. نكسب الاولاني. ان شاء الله باذن الله. تمام. ابو علي الاهلاوي. ندعو الله مزيدا من البطولات مع الاهلي، لكن اتمنى منك التركيز في الملعب والهدوء والتركيز في التفنيش امام المرمى. احنا المصريين والتوانسة والمغاربة
احنا غيرنا اللغه يعني ايه والله فتلاقي اللغه الفرنسيه هم ايه يعني مفيش اسمها التفنيش هي الفينشنج فايه احنا غيرنا اللغه بس ده جميل ان الفينشنج او انهاء الهجمات امام المرمى بالتوفيق دايما يا كابتن ومنور بيتك كاب شوبير بشكرك جزيلا. هل انت فعلا احيانا ما بتبقاش مركز او ما بتبقاش هادي في الملعب؟ لا 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 خالص لا. بس في اوقات ما انا ما ببقاش موفق دي بتضايقني فهي دي ممكن اللي توصلني اللي انا ما ببقاش شويه مركز متنشن خلينا بالزبط بقى مشدود شويه بالزبط. اللي بعد محمود لاشين سعيد بحضرتك كاب شوبير وبابناء ولاعيبي الاهلي في قناتنا قناه النادي الاهلي. والله لو تعرف انا فرحان قد ايه مهما انا اجيب الكاميرا عليا مهما اوصف لك من سعادتي ومن فرحتي ومن اريحيتي مش هقدر اقول لك بمنتهى الامانه. وانا والله يا حسين انا ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا اكون موجود في قناه النادي الاهلي. لكنه فعلا كل الحب لكل القنوات اللي انا اشتغلت فيها واخرها اون تايم وقبلها صدى وقبلها مودرن وقبلها سي بي سي ولا بعدها سي بي سي والحياه والدريم والتلفزيون المصري وكل القنوات دي القناه السادسه في طنطا عندنا كل ده جميل جدا يعني. بس انا برضه اول مره ازيع سر انا جالي عرض من احدى القنوات الخليجيه مش في السعوديه عشان بس الناس ما تفهمش غلط يعني وحصل حوار وكلام و و و وبعدين فجاه قفلت اترد عليا كده رد مش لطيف يعني وانا اصلا انا بحب اشتغل في بلدي انا بحب جدا بس قناه الاهلي ما كانش في دماغي خالص يعني سبحان الله. بس سبحان الله ربنا عز وجل اكرمني ان انا ابقى موجود في مكان عشقي من زمان حبي من زمان. كنت خايف انه هل ممكن تنجح ما تنجحش هتتعامل مع قناه النادي ازاي. فاللي عامله معايا جمهور النادي الاهلي وجمهور كتير غير جمهور النادي الاهلي انا اسف اتكلمت عن نفسي شويه لا طبعا كابتن حقك كابتن ما شاء الله مسيره كبيره جدا ربنا يكرمنا كلنا نوصل اللي انت ربنا يعزك يا رب. فانا اسف ان انا خدت وقت احب انك توصل لهم ان احنا الجماهير منتظرين منهم كتير وبنفرح بنجاحهم في انهم يفرحونا زي ما بنقف معاهم وبنساندهم. هي يعني رساله انه عايزينكم تفرحونا اكتر طبعا جماهير الاهلي ما بتشبعش طبعا يا كابتن انا قلتها كتير وهقولها دايما طبعا يعني. اللي بعد محمد خليفه فريد شوقي تحياتي للناظر اللي عمل مدرسه في الاعلام الرياضي باسمه كاب شوبير. سؤالي الى بركات عصره حسين الشحات جمهور الاهلي بيقدر الرجاله قوي وانت ضحيت عشان النادي الاهلي كتير بالنيابه عن جمهور الاهلي بيقول لك الف شكر الف شكر الف شكر. طبعا دي كلمه الكابتن الخطيب وهو الاكونت بتاعه بصوره الكابتن الخطيب الف شكر يا ساس. طب بس هو هنا الى بركات عصره كلمه بركات دي تعجبك ولا انت تحب تبقى حسين الشحات؟ طبعا يا كابتن يعني كابتن نعم. بركات لعيب كبير وما حدش يقدر ينكر حاجه زي كده وطبعا ليا الشرف ان انا طبعا اكون زي كابتن محمد بركات في السوشيال ميديا. يلا بينا هدى عبد الرحيم تحياتي لحضراتكم منورين الدنيا كلها وكابتن حسين الشحات لاعب رائع وكلنا بنحبه يا رب ان شاء الله نكسب كل البطولات. وعايز اساله لما كولر مش بيبدا بيك المباراه بتكون زعلان ولا عادي تلعب في اي وقت؟ والله بص هو في الاول والاخر يعني دي بتبقى وجهه نظر مدرب نعم وبس طبعا ما فيش لعيب انا قلتها يا كابتن قلت لك من شويه ما فيش لعيب ما بقاش زعلان لو انت زعلان اصلا ما تجيش النادي من الاخر يا كابتن لو انت مش زعلان لو انت مش زعلان لو انت مش زعلان وكده واللي انت ما تجيش النادي ما تجيش مره بقى خلاص عادي بقى بالنسبه لك اقعد في البيت احسن لك وشوف حاجه ثانيه لكن الزعل لكن في الزعل بيبقى في حدود بس في الاخر والاخر ما ينفعش ابقى زعلان واروح لصاحبي مثلا وانا مكشر في وشه بتاع اكيد صاحبي يبقى زعلان بس فاللي هو انت بتبقى زعلان في ساعتها بس خلاص يعني تزعل شويه بعد كده خلاص بس في اي وقت انت بتبقى جاهز ان انت تلعب يعني. اللي بعد محمد عادل مساء الخير عليك كابتن شوبير وعلى نجم مصر والنادي الاهلي كابتن حسين الشحات. هو مش سؤال هي كلمه شكر الكابتن حسين اللي ما بخلش بنقطه عرق واحده في الملعب بس عايز اقول له انت عندك افضل من كده بكتير عايزين نشوف النسخه اللي لعبت امام ريال مدريد مع العين. والله ده قدم ماتشات كتيره احلى 100 مره يعني طبعا. بس قول بس ثقه من الناس فيه طبعا طبعا والله يا كابتن انا مبسوط اما حد بيقول لي كده لا احنا عايزينك اكتر واكتر وحاجات زي الماتشات بتبقى معينه يعني ماتش مدريد ده انت فكرتني بفرصه انا ما بحبش افتكرها بتاعت راموس وما رقصته ورقصته الجون بعد كده راح رجع هو شالها كلنا اتنططنا والله والله يا كابتن يعني الحمد لله بس في الاول والاخر والله يعني انت زي ما قلت انا ما بحاول انا ما بخلش بنقطه ده صحيح فبحاول اعمل اللي عليا وفي الاول والاخر التوفيق بتاع ربنا في الاول بالله. اللي بعد فرحة عمري الحمد لله على الصلح والصلح خير فوق بقى عايزين مستوى الشحات بتاع المباراة الثقيلة بالتوفيق بإذن الله.
يعني الراجل مكسر الدنيا في كل الماتشات، بس هي الناس مستنيه دايما منك. طبعا طبعا يا كابتن، انا زي ما قلت لك كابتن انا مبسوط ان الناس دايما بتقول لا احنا عايزينك احسن واحسن واحسن، فدي انا حاجه بالنسبه لي انا بحبها يعني، لان الناس دايما بتبقى عندها ثقه في ربنا وثقه فيك. حلو. فدي بتبقى حاجه كبيره. فطبعا اللي يعني بعد. ان شاء الله. احمد محمد عبد الرحمن، اول سؤال، حسام مش عارف قيمه لعبك، ما تزعلش كفايه انك عالمي في الاهلي، هيستدعيك قريب جدا ان شاء الله وافتكرني. لا تعليق او مش لا تعليق، انا في الاول والاخر انت قلت اهوت، انت بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير، انت بتلعب ماتشات كبيره قدام فرق كبيره وفرق تقيله جدا جدا جدا، فانت بتقدم كل مستوياتك وبتعمل كل اللي عليك، وزي ما قلت لك وامام قالها وانا هقولها، اي حد يتمنى يلعب في منتخب مصر، بس صحيح في الاول والاخر اختيارات وجهه نظر بالظبط يعني. نعم. اللي بعد، بولس مرقص، مساء الخير يا كبير الاعلاميين الرياضيين في مصر، كابتن حسين شحات لو جالك في هذه الفتره عقد بمبالغ اكتر بكتير من الاهلي من نادي غني لكن لا يحقق بطولات، تفضله ولا تفضل الاهلي بتاريخه البطولات التي لا تنتهي؟ والله كابتن شوبير سالني في اول الكلام وجالي فعلا، بس انا ما كان الاهلي الاهلي والاهلي بالظبط بس، وكده كده وما ينفعش حسين يخرج الا لما النادي الاهلي هو اللي يقول له، نفسك غير كده تبطل في الاهلي يا حسين؟ اكيد طبعا يا كابتن. ونفسك تكمل مسيرتك في النادي الاهلي؟ شايف نفسك مدرب اعلامي اداري؟ شايف نفسك ايه بعد والله ان شاء الله يا كابتن، ان شاء بعد الله ست نفسي سنين ان شاء ان الله. شاء الله باذن الله واكتر يعني، ان شاء الله نفسي ابقى اكتر. انت مدرب كام طبعا. سنه دلوقتي يا حسين؟ انا 32 لا لسه قدامك. ان شاء الله باذن الله نفسي طبعا ابقى مدرب ان شاء الله، بس مش بقى دلوقتي مدرب. يعني، بس طبعا هاخد فتره بريك كده بس اقعد مع ربنا اهلي يديك شويه ان الصحه شاء الله يا رب وكده ان شاء ارجع الله. بعدها ان شاء الله. اللي بعد، رامي سعيد، اهلا كابتن شوبير، هات الكابتن حسين شحات، لو جالك عرض اوروبي او خليجي هتفكر رحيل على الاهلي؟ جاوب لسه هو مجاوبين اكتر من نفسي ان شاء مره الله. عن هذا على هذا السؤال. اللي بعده، ممدوح ابراهيم، والله نفسنا حسين شحات يرجع زي الاول ويركز اكتر من كده لان اللي جاي اصعب وربنا يوفقه هو والفريق. انا يرجع زي الاول دي انا اللي بستغرب لها لانه الراجل مقدم اعلى المستويات يعني، لكن برضو جاوب. مش عارف اقول ايه والله، بس اكيد في الاول والاخر انا بعمل اللي عليا وبجتهد صحيح، التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله. طيب هاني ادريس بعت لك تحيه من اليونان وبرضه سؤال بنفس المعاني يعني، بس مش احسن من ده وبيشيد بيك يعني. ناخد اخر ثلاث اسئله. ايمن نور، احسن حاجه انك صلحت الشيبي بعيد عن اي تدخل خارجي، الحمد لله والصلاه خير طبعا وكلنا اشادنا بده. اللي بعد، الحمد لله. كورولوس سفين، كورولوس سفين ماشي، حسين شحات قدم مستويات كبيره مع الاهلي مستواه غير ثابت، السؤال ليه حسين ما يبقاش على طول فورمه، ما يبقاش متذبذب الاداء؟ تسمعني اجاوب انا؟ اتفضل. لانه بصوا يا جماعه، ما فيش لعيب هيفضل طول الوقت كويس طول الوقت، يعني هيبقى كويس خمس ست ماتشات ممكن يقع ماتش او ماتشين او يقل ماتش او ماتشين، ما فيش حد طول الوقت بفورمه عاليه، لكن المجمل بتاع حسين بسم الله ما شاء الله، يمين شغال شمال شغال هداف شغال مؤثر جدا جدا، فانا بعتقد الحقيقه ان حسين بقاله فتره بيقدم فورمه عاليه، لكنه بيحب الاسئله بتاعتكم دي وشايف انه دايما بتدي له مسؤوليه اكبر. بالظبط طبعا يعني، اديني طبعا كدا. دفع صح يا كابتن والله، اديني دفع للامام اكتر يعني. تمام. اللي جاي، اخر حاجه اللي جاي عشان ناخد القر واعترف، محمد محمود، محتاجينك تركز اكتر، عارفين واثقين فيك جدا، بص المهم لك واثقين فيك جدا، عارفين انك نجم كبير جدا، بحبك كابتن حسين، وده اللي هي ثقه الناس فيك دائما.